السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نعمل فيديو جميل جدا على برنامج الانفرا ووركس. هاجي هنا من بريزنت واقول له ستوري بورد كرييتور، فيبدأ بقى يقول لي الوقت الديوريشن قد ايه، ونبدأ هنا لو انت عايز تشغل. طيب هقول له اد نيو كاميرا باس انيميشن بالشكل دوت، فيبدأ ياخد لي اول لقطة. ممكن تدوس هنا علامة الزايد او تقدر انت تعمل زوم مثلا اهو، وتبدأ تضيف لقطة كمان. تمام، ممكن بعد كده هنقول له احنا عايزين نضيف نيو زوم انيميشن بالشكل دوت. ممكن تلف تروح لمكان تاني خالص وتقول له ضيف لي لقطة كمان، وخلينا نقول له شغل. فبيبدأ يعمل لك لقطات. خلينا مثلا ندوس علامة الزائد هنا مثلا، بالشكل دوت. خلينا نرجع كده، تمام. نقدر مثلا نيجي هنا ونضيف واحدة كمان. ممكن تختار طريق مثلا وتمشي بالكاميرا كأن في سيارة ماسكة كاميرا، وتبدأ ان انت تمشي في المسار بتاعك. تقدر تضيف مثلا كتابة معينة هنا، كابشن اهوت، وتقدر تضيف مثلا تكست معين، تايتل معين. تظهر معاك اهو في الفيديو وفي تايتل اهو، تمام. ممكن التايتل ده تتحكم فيه. تعال بقى نشوف الفيديو كده من اوله، هو 15 ثانية. تقدر بقى تقدر تكتب اسم المدينة زي ما انت عايز، طيب. ممكن اجي هنا بقول له ان انا عايز اضيف ديت اند تايم انيميشن اهوت، عشان تبقى شاف ايه مثلا الصبح وبالليل وحاجات زي كده، وتقدر تتحكم في الوقت اللي انت عايزه. وممكن تقول له انا عايزها مثلا دي اوف يير، تمام اهوت. نرجعها لكم. وممكن نضيف جلوبال سكاي اند سان، الاعداد بتاعت الشمس بقى وسرعة الرياح. طيب بعد كده ممكن نصدر بقى الملف دوت كملف جيسون. ده امبورت عند اد نيو، هنا اكسبورت لو انت عايز تصدر الملف دوت بحيث تستفيد بيه بعد كده. طيب بعد كده عندنا اللي هو ستوري بورد بلاير، تمام. تبدا تختار اي ستوري بورد، تمام، ونبدا ان احنا نشغلها. ممكن يكون عندك كذا ستوري بورد، فتقدر من هنا تختار الستوري بورد اللي انت عايزه. طيب خلصت وعايز تصدرك كفيديو، هتيجي هنا وتقول له عايز تصدرك كفيديو، فبيقول لك انت عايز تضغطه ولا عايز ملف غير مضغوط. طيب عايز تسميه ايه وتحطه فين، الفريم ريت كم فريم في الثانية، الريزوليوشن هل انت عايز الريزوليوشن كبير ولا صغير. كل ما اكبر ريزوليوشن كل ما تكون الجوده اكتر، لكن هياخد وقت اكتر. وعايز بالثانيه كام للثانيه كام كده. انت بقى عندك ملف فيديو امتداده اي في اي، تقدر تشغله في اي مكان حتى لو ما عندكش البرنامج على الجهاز.